يس. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الو سلام. صفحة اللي حضرتك مسؤول عن صفحة المطران يوسف ولا حضرتك نيافة المطران؟ الآن مسؤول عن الصفحة. ربي يباركك، أهلا وسهلا وأهل العلاء الطيبين. لعلك بخير. معاك معاك الأخ وسام من أمريكا. ممكن أهلا بك يا فندم، أنا عادي بك وسعد صدرك. ممكن ناخد بس بركة، مين معايا فادي بالظبط؟ أنا فادي، فادي من الصفحة. فادي، حضرتك خادم في الكنيسة يعني مثلا قصي راعي كنيسة؟ لا أنا مقصود يعني خادم في الكنيسة. أنت خادم في الكنيسة، كيف حالك يا أستاذ فادي؟ لعلك بخير. الله يخليك الحمد لله. دي في كركوك، في السلمانية في كركوك. كركوك. الله يبارك في العلاقة، أهلا وسهلا. أستاذ فادي، لو في إمكانية عندي استفسار بسيط لو تقدر تفيدني، يعني كنت عاوز أتكلم نيافة المطران بس مش ممكن أنت حضرتك تفيدني فيه، ممكن لو تكرمت؟ تفضل. متشكرين أستاذ فادي على أدبك وسعة صدرك وراجل محترم وهادي. أستاذ فادي، يعني بولس في الكتاب المقدس بيتكلم كلام جميل جدا عن عبادة الخالق الذي لا يموت. فبيقول في رسالته الأولى إلى روميا الإصحاح الأول من عدد 21، كل كلام جميل يعني بصراحة، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروك إله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. خلي بالك حضرتك أسفادي يصف هؤلاء الناس بالحماقة والغباء، لماذا؟ أنا أعرف ليه، وعنده حق، بينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. ثلاث صفات: الجهل والحماقه والغباء. لماذا؟ الان انا ابدلوا مجد الله الذي لا يموت. طبعا الكتاب المقدس واضح ان الله لا يموت. الست انت منذ الازل يا ربي الهي قدوسي لا تموت؟ وبولس يقول الذي له وحده عدم الموت، الذي بولس يقول الذي لا يفنى. فهنا بقول ايه؟ ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى لا يموت بمين؟ بالانسان الذي يفنى يموت. الانسان مع ايه؟ الطيور والدواب والزحفات، يعني المخلوقات. تركوا الاله الخالق الذي لا يموت وايه؟ بالمخلوقات. وبعدين حضرتك هنا في العدد 25 بيقول استبدلوا حق الله بكذب، يعني اللي بيعملوه ده كذب، افتراء على الله. ما هو؟ طقوا وعبدوا المخلوق دون الله. اذا نفهم من هذا الكلام، انا بقول امين على الكلام ده، كلام جميل جدا، ان عباده خير الله الحي الازل الصرمدي عباده المخلوق ده باطل، ده كذب، ده افتراء على الله. طيب الان لو نجد في المسيحيه هتبقى في مشكله. لماذا؟ اول شيء بيقول الانسان. أستاذ فادي، يسوع يقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. بولس كمان يؤكد أنه إنسان، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. بطرس يؤكد أنه إنسان. أيها الرجال السؤال هنا حضرتك، السؤال لماذا الكتاب المقدس يقول ان عبادة الانسان عبادة خاطئة باطلة؟ لان الانسان يموت ومخلوق. هنقول يسوع مات، لازم نقول مات، ومن مقام ازاي؟ مقام من الموت. يسوع يقول الحي وكنت ميتا. طب مخلوق؟ هنقول مش مخلوق. اولا رؤيا يوحنا 3:24 يقول بداية خليقة الله. قفلت كان معانا لواء مباشرة من الكنيسة المطران، أدمن صفحة المطران يوسف توما، رئيس أساقفة كركوك والسلماني، رئيس أساقفة كركوك والسلماني. طبعاً مشكلة، بيعبدوا إنسان، هذا الإنسان ميت ومخلوق. طبعاً مخلوق فين؟ تفضل حضرتك.
رؤيا حنا 3:24 يقول بداية خليقة الله، وعند حضراتكم كمان كلوسي 1:15 ذكر كل خليقة. أخونا كندي شوف الخاص الله يبارك، حيا الله الإخوة الأكاد. ما هو العملية زي القس يوسف شحاتة اللي أنا كلمت، زي القس يوسف شحاتة اللي أنا كلمت، عملية إيمان بدون دليل. ما في شيء في العهد القديم يقول إن المسيح الرئيس إن هو إله وابن الله وإنه هيموت، الكلام ده مش موجود، ما موجود. أتحدى أي واحد مسيح ويكون من العلماء ويناظر في هذا الموضوع، يسوع ليس هو المسيح. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبر؟